السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنى ان الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال. اليوم بغيت نشارك معكم غراتان بالخضر. طبيعة الحال لا بغيتو تزيدوا عليه دجاج ولا اللي بغيتو نتوما على حسب الرغبه ديالكم. المهم غراتان اللي غنصاوب اليوم 100% من الخضر. خليكم معايا باش تشوفوا طريقه التحضير. بسم الله. كنحتاجو قرعة واحدة محكوكة، وخيزو واحدة، جزرة واحدة محكوكة، مطيشة محكوكة، شوية ثومة، وتقريبا نص بصلة محكوكة. طبيعة الحال مقادير كيبقاو على حسب الكمية اللي بغيتو وعلى حسب الأشخاص. كنشحرو شوية من البصلة ديالنا، شوية ديال الزبدة، من بعد كنضيفو الجزر، كنحركو شوية، وكنضيفو القرعة، كنكملو التحضير كتشحر مزيان. من بعد كنضيفو مطيشة اللي حكينا، وعاد كنزيدو شوية ديال اللقامة حسب الذوق. كنكملو التحراك حتى كيشحر لينا مزيان. في إناء كنديرو نسبة ديال الماء على حسب لي بات اللي بغينا نديرو، على حسب المعجنات اللي بغينا نديرو، الكمية اللي بغينا. كنديرو شوية ديال الملحة، نديرو ورقة ديال سيدنا موسى، ورق الغار، كنديرو شوية ديال زيت العود، زيت الزيتون، وشوية زعتر، وكنخليه حتى كيغلي مزيان. عاد كنضيفو معجنات ديالنا، المعجنات ديالنا. انا اختاريت هادو اللي كانوا متوفرين عندنا. تقدروا تختاروا اي وحدين عندكم، لاي وحدين كيعجبكم اللي متوفر عندكم. طيبوا لينا الفيسات ديالنا، كنضيفوا لهم الحشوه وكنخلطوا مزيان. ودابا كندوزوا للتحضير ديال لاصوص بيشاميل. كنحتاجوا جوج معالق ديال الزبده، كنزيدوا عليهم جوج معالق ديال الدقيق، وكنحركوا مزيان. ومن بعد كنضيفو الحليب بطبيعة الحال بالتدريج، تقريبا نصف لتر حليب، وحنا كنحركو حتى كنضيفو الكمية كاملة باش ما يتكورش لينا. وكنضيفو شوية ديال الزعتر، شوية الملحة، وشوية البزار. كنواصلو التحراك حتى كيعقد لينا، كنغناوش عليها، كنبقاو نحركو حتى كنحسو بالخليط ديالنا عقاد. الصوص ديالنا كتعقد، كتكون بهاد الشكل. الخليط ديالنا على المول في هاد الشكل، كنضيفو ليه صوص بوشاميل لي صوبنا، كنسرحوه عليه كامل. لاصوص بوشاميل بحال هاكا، كنضيفو فرماج أحمر، وكندخلوها للفران حتى كيدوب. كان هذا الشكل النهائي ديال الكراتان ديالنا، بالصحة والراحة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. تهلاو ليا فراسكم بزاف، نشوفكم في فيديو جاي ان شاء الله.